شعبي العزيز، إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة، إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير وفي القدرة على التنفيذ والإبداع. فالتطور السياسي والتنموي الذي يعرفه المغرب لم ينعكس بالإيجاب على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة. فعندما تكون النتائج إيجابية تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون إلى الواجهة للاستفادة سياسيا وإعلاميا من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي يتم الاختباء وراء القصر الملكي ويرجع كل الأمور إليه، وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم ومعالجة ملفاتهم ويلتمسون منه التدخل لقضايا أغراضهم. والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة وفي آجال معقولة عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات ولو بالرفض الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون أو لأنه يجب على المواطن استكمال البساطر الجاري بها العمل. هاد العمارة اللي كانت قبل القنصلية العامة ديال المغرب ديال المملكة المغربية في بروكسل، كانت شرات هذه واحد 15 سنة، لأنه وزارة الخارجية في المغرب كانت لقت تعليمات صارمة من طرف الملك محمد السادس باش تحسن الأوضاع ديال الاستقبال ديال الجالية المغربية في بلجيكا. وملي تشرات هذه القنصلية حسب المعلومات اللي عندي تشرات ما بين 700 و 800 ألف أورو، دونك ماشي مسألة قليلة. هاد العملية هذه ديال شراء هذه القنصلية كتندرج في واحد العملية شاملة اللي كينتهجها المغرب بالتعليمات الملكية باش المغرب ما يبقاش يكري في الخارج البعثات الدبلوماسية ديالو، ولكن يولي مالك ديالها. وفي جميع البلدان ديال أوروبا المغرب شرى القنصليات وشرى السفارات، لأنه راه كتعرف الثمن ديال العقار كيكبر، وهي عملية في نفس الوقت عملية يعني جد مهمة بالنسبة للاستقبال ديال الجالية المغربية، ولكن حتى من ناحية ديال الناحية التجارية والاقتصادية عملية مهمة بزاف، لأنه الثمن ديال العقار كيطلع إلى آخره. ألور هاد الدار هادي اللي مورانا هادي 7 سنين ولا كتر كاع باش شدوها، سدت نهار اللي تشرات وتفتحت القنصلية العامة ديال بروكسل في لا رو دي فيتيرينير، يعني زنقة البياطيرة في أوندرلي. ملي تسدت كما العادة المغاربة والأوساط الرسمية المغربية ما كتفكرش شنو غادي دير بشي حاجة ملي كتسدها، كتسدها ودير لها لي بريك وتخليها توسخ وتخليها تهدم وتحطم. شنو وقع لداخل الله أعلم، واش كاين شي هوميديتي شي ما ولا شي ما ملي كتحط الشتا ولا شي حاجة. هادي 7 سنين، إنما الهندام ديالها والوجه ديالها من برا ما كيشرفش الدولة المغربية، وما كيشرفش المغاربة اللي هما موجودين في بروكسل من حيث الوجه اللي عندها الآن اللي هو وجه وسخ وقادر. وكنحشم نردد هاد العبارات هادوم وهاد النعوت هادي. بصفة عامة شنو كان كيخص المغاربة يديروا بهاد القضية هادي بهاد القنصلية بهاد العمارة؟ كاين العشرات ديال الأفكار اللي كتستولها الأوساط ديال الجالية المغربية وخاصة الأوساط الجمعوية. كاين جمعيات اللي كيقولوا علاش ما تكونش دار ديال الجمعيات
علاش ما تكونش متحف ولا دار ديال المغرب اللي غادي تفتح جميع المكونات ديال المجتمع البلجيكي باش يتعرف اكثر على المغرب والحضاره ديالو والثقافه ديالو والتاريخ ديالو الى غير ذلك. كاين العديد من على الاقل باش ما تبقاش تطيح وتضيع من الثمن ديالها وتطيح من القيمه ديالها، على الاقل وهذا يعني ارخص ما يمكن يدار هو تباع في المزاد العلاني على الاقل، لانه الا بقات من دابا 7 سنين اخرى راه ما بقات تسوى حتى فرنك. الور دابا عاد انا دوزت من تما شنو كنلقى؟ كنلقى بانه كاين البراوات الرسائل اللي داروا في, 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 في يعني في, في لابواط بوستال ديال القنصليه اللي موجودين تما لمده شهور، وعلى حسب اللي عشتنا واحد الوضعيه عشتها هنايا هذه واحد الشهرين كانوا جاوا واحد المجموعه ديال الناس اللي ما عندهمش الوراق افارقه ومغاربه افارقه من جنوب الصحراء، وكانوا فرعوا البيبان ديال هذه القنصليه هذه، هرسوا الشيجان هرسوا الباب ودخلوا واستقروا فيها لمده ما يقرب على 3 ديال الاسابيع، ولولا التدخل ديال البوليس البلجيكي اللي جا من البلديه ديال الفوري والبلديه ديال بروكسل وسان جيل كراهما مازال موجودين هنا في هذا المحل هذا، كانوا سخوه وكانوا عاتوا فيه اللي بغينا نقولوا فسادا. الور من بعد ما خرجوا هذوك السريين الافارقه وحقهم لانه ما عندهم فين يمشيوا دار خاويه، ما حقهم يحتلوها على عين، ملي خرجوا من هنا اشنو داروا الناس اللي هما اذكياء وعايقين وفايقين في القنصليه ديال المغرب وفي السفاره، جاوا لهنا وعيطوا على بنايه مغاربه بطبيعه الحال، وجابوا لياجور وجابوا السيما وجابوا الرمل وشدوا السراجم والبيبان وجميع المنافذ اللي كتعطينا هذه القنصليه هذه سدوها. الان ولات هذه عباره عن قلعه، عباره عن حبس اللي نقدروا نقارنوه بحبس قاره ديال السلطان بولاي اسماعيل الله يرحمه. ولا فمن حق المواطنين ان يتساءل، ان المواطن ان يتساءل ما الجدوى من وجود مؤسسات واجراء انتخابات وتعيين الحكومه والوزراء والولاة والعمال والسفراء والقناصله اذا كانوا هم في واد والشعب وهمومه في واد اخر. Alors, forcément, j'ai observé ce bâtiment que je trouve très beau et qui est à l'abandon. Alors, comme tout un chacun, mais peut-être un peu plus sensibilisé à l'architecture, mais je m'interroge sur le devenir de ce bâtiment, sans avoir visité l'intérieur, mais qui me, en tout cas au niveau de la façade, on peut s'apercevoir que c'est un bâtiment de qualité. Donc, j'ai pas d'avis à donner. Il semblerait même que ce soit un bâtiment qui ne se situe pas sur les territoires de la Belgique, si j'ai bien compris. Bon, enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Il fait partie du voisinage et ça ne peut qu'enrichir le patrimoine. Voilà mon avis. Je n'ai pas vu l'intérieur, mais je vois pas pourquoi un tel bâtiment ne serait pas mis à l'usage. Je suis convaincu qu'en ville, un tel bâtiment trouverait un usage. Ça me paraît évident, hein, au coût du mètre carré de construit, à la qualité de bâtiment d'un point de vue esthétique, pourquoi serait-il laissé à l'abandon? Je me pose la question. C'est d'ailleurs une question que beaucoup de gens se posent. La valeur de ce bâtiment, elle est évidente. On est en ville, on est à Bruxelles, c'est comme la capitale de l'Europe. C'est un bâtiment qui a du caractère. Il vaut certainement beaucoup. لكل هؤلاء أقول كفى واتقوا الله في وطنكم، إما أن تقوموا بمهامكم كاملة وإما أن تنسحبوا، فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون، ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين، وأنا أزن كلامي وأعرف ما أقول لأنه نابع من تفكير عميق. Je trouve ça très dommage parce que c'est quand même un joli bâtiment, il y a beaucoup d'espace, donc il y a du potentiel, il y a énormément de potentiel. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est un bâtiment qui est
qui est laid. Il y a les fenêtres où il y a les briques, c'est très dommage. Pour être voisin aussi, on a vu sur ça, donc ça nous plairait plus qu'il y ait un bâtiment qui soit net. Bon, le jardin, quand vous regardez le matin et vous trouvez ce jardin comme ça dans son état, cet état-là, Mais le jardin, il y a un potentiel énorme, mais il est à l'abandon, donc ça, c'est un peu la jungle, ça me dérange pas trop, mais c'est vrai qu'il y a un potentiel et que le bâtiment, c'est des très beaux arbres, des poiriers et d'autres. انا لا افهم كيف يستطيع اي مسؤول لا يقوم بواجبه ان يخرج من بيته ويستقل سيارته ويقف في الضوء الاحمر وينظر الى الناس دون خجل ولا حياء ويعلم بانهم يعرفون بانه ليس له ضمير. الا يخجل هؤلاء من انفسهم رغم انهم يؤدون القسم امام الله والوطن والملك ولا يقومون بواجبهم. الا يجدر ان تتم محاسبه او اقاله اي مسؤول اذا ثبت في حقه تقصير او اخلال في النهوض بمهمه. وهنا أشدد عن ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص عن ربط المسؤولية بالمحاسبة. وانا صراحه انا عييت ما نقول الحشومه عينا ما نهضروا عينا من نقول الله من هذا منكار. قال لك الحر بالغمزه والعبد بالدبزه. دابا قال لك غير الدبزه. دابا خصك دائما هاد الوزارات تبقى تضرب فيهم باش عاد يسمعوك. حشومه وزعما الناس تبارك الله راه عند واحد المستوى الثقافي، مستوى ديال القراءه. الناس ما وصلتش وزير هكا، ما وصلتش للمسؤوليه بحال هكا. راه عندك دبلومات وقريتي و100% تكون قريتو مع الاوروبيين وجيتو قريتو في فرنسا ولا قريتو في الامريكان ولا الله اعلم بكم. عندكم واحد المستوى. واش حنا باقيين بالدبزه باقيين نغزوكم عاد تنوضوا؟ حنا عيينا. حنا انا بالمك صراحه السلام عليكم. هذيك الباتيمون راه حرام وعار عليكم الاخوان. مسدود تما كادير 7 سنين. كاين جمعيه، حنا عندنا جمعيه هنايا، جمعيه افيغواس ابن رشد هنا في بروكسل. هذه حنا عندنا بامور بسيطه، ما عندنا لا تمويل ولا والو. عندها دابا تقريبا 20 سنه وحنا هنا عام 1998 فاتحين الباب ديالنا لجميع الجمعيات. اللي ما عندوش شي سقف، ما عندوش فين يتجمع، كيجي هنا مجان، كيدخل كيجلس كيتجمع مع الجمعيه ديالو كيمشي بحاله. هذيك حنا ما عندنا لا وزاره ولا دوله ولا تمويل ولا سبزيد ولا حتى شي حاجه فاتحين الباب ديالنا. وهذيك نقولوا حنا ديك القنصليه القديمه اللي هي ديالنا حنا كاملين، حنا كمغاربه فلوسنا حنا كاملين ولا لا؟ فلوسنا كاملين، كلشي كيساهم ومسدود هذه 7 سنين. دابا بغيتي تشرح من راحك السي بوشعيب، هذا هو الحقيقه. دابا عاد كنت ماشي كنت كنصبغ، لا كنهضر بواحد الطريقه، ولكن الواحد كيعيا وعيينا بالغمزه، عيينا والاخوان ورحنا عايقين، راه كلشي عايق ورا عايقين وعباد الله، ورا كلشي عايق وعيينا من نغزو. دابا بقاو نغزو، دابا بقاو نغزو. دابا ماشي هذيك الضحكه، هذا ماشي ضحكه ديال رانا ناشط، هذا الضحكه راه معصب الانسان. قال لك شوف، قال لك واحد المصطلح الوالده ديال الله ذكرها بخير، كتقول بان اسمح لي غير العربيه بالمره كتزلق. قال لك المشاكل وبزاف وكتضر وكتبقى تبكي، بحق ملي كتكسر كتولي تضحك. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدا. فكما يطبق القانون على جميع المغاربه، يجب ان يطبق اولا على كل المسؤولين بدون استثناء وتمييز وبكافه مناطق المملكه.